الأستاذ الدكتور يسري الحميلي، أستاذ جراحات المخ والأعصاب والعمود الفقري، كلية طب قصر العيني، جامعة القاهرة، عضو الجمعية الأوروبية لجراح المخ والأعصاب، مدير مستشفى نيورو سباين. أهلا بكم. طبعا النهاردة حوار مثير ومهم جدا حول أمراض العمود الفقري وجراحاته، لكن خلينا أنا فكرت أقول لكم وبحثت الحقيقة في الحكاية دي. طبعا ممكن يكون كلامي مش دقيق قوي، بس يعني احنا يعني تعبنا في البحث في النقطة دي. أخطر حاجة ممكن يتعرض لها الإنسان في الحركة إيه؟ حاجات كتير طبعا بتختلف من شخص لشخص، وكل حاجة غلط خطر طبعا، لكن لقينا إنه كل الأبحاث اشتركت أو كتير من الورق البيبرز كتب إنه اللفة المفاجأة مع حمل تقيل، إنه واحد يعني أكتر شيء وأخطر شيء يتعرض له الإنسان هو دوران العمود الفقري في حركة دائرية مفاجأة مع حمل وزن تقيل في نفس الوقت. وده بيحصل كتير في مصر، يعني اللي هو بقى فكرة إيه، إن واحدة ست مش قوية قوي تشيل كرسي عشان تنقله، فبتشيله ده حمل وزن تقيل، تروح جاية لفة كده. اللفة دي في منتهى الخطورة، خطرة جدا. هو ده أخطر، من واحدة من أخطر الحركات. وفي حركات تانية كتير بتضر العمود الفقري احنا بنعملها، طريقة النوم، طريقة القعدة في العربية، طريقة الحركة، طريقة الجلوس في المذاكرة اللي بقت تبقى فيها مشكلة، التقاط الأشياء من على الأرض. احنا ما عندناش ثقافة التقاط الأشياء من على الأرض يا جماعة، مفيش حد بيعرف يوطي يجيب حاجة من على الأرض صح، كلنا بنوطي غلط، كل الناس بتوع ايام موطية جايبة الحاجة وقايمة، يا سلام بص تلاقي هو بيقوم طقطق ظهرك، أو الديسك بدأ يحمل مشاكل، الأرض ليها التقاط الأشياء اللي هو اللي ينزل على ركبتيه أو ينزل بركبتيه يجيب الحاجة ويطلع وهو فارد ظهره. مين اللي بيعمل الحاجة دي؟ صعب ومش كتيرة. خلينا نفهم النهاردة تفاصيل مشاكل العمود الفقري، ونفهم إزاي إن التشخيص المبكر، إن أنا أروح بشكل مبكر أكشف مبكرا، هدي فرصة لجراحات رائعة الآن بقت ليها زي ما بيقولوا اليد العليا وبقى ليها قيمه كبيره، جراحات محدوده التدخل، بس بشرط ارجوك تعالى مبكرا اول ما تشتكي. هنفهم النهارده حوار مثير للغايه مع ضيف العزيز استاذ الاساتذه الاستاذ الدكتور انور يسري الحميلي. يسري انور الحميلي، اهلا بك يا دكتور. اهلا دكتور ايمن. دايما مرتبط انا باسم انور دي عشان يمكن على الطريقه الاوروبيه يعني منورنا دكتور يسري. الله يحفظك. عايز اروح لسؤال، فعلا هل دي اخطر حركه قبل ما ادخل في جراحه محدوده التدخل؟ بص، هو في حاجه مهمه جدا كتير ما يعرفهاش يمكن بعض برضو الأطباء الصغيرين أو المش متخصصين قوي، علم اسمه بايوميكانيكس وسباين أو عالم الحركة البيولوجية للعمود الفقري، وده علم مهم جدا جدا. اللي بيشتغل في العمود الفقري لو ما عندوش دراية بيه كافية مش هيبقى بيشتغل بشكل كويس، في ظل التقدم والثورة العلمية النهاردة اللي عملت لنا واستحدثت لنا حاجات كتير جدا كلها نشأت كبديل أو كاستعاضة عن الحاجات اللي بتبوظ في العمود الفقري. بدأت بتثبيت الفقرات، بدأت بالشرايح بالمسامير، انتهت بالغضروف الصناعي، انتهت بحاجات تقنيات عالية جدا. مين يقدر يقول أعمل ده ليه وحط ده فين واشتغل ده إيه وثبت إزاي وده أثبت للعيان وده ما ثبتش للعيان؟ هو اللي عنده دراية عالية بما يسمى بعلم الحركة البيولوجي للعمود الفقري، وبالتالي ده اللي يقدر يحط للمريض بتاعه السيستم أو الأساس أو الطريقة أو النظام في حركته. كل واحد فينا عنده جسمه له بنيان، البنيان ده علشان ما يحصلش أي ضرر لابد إن أنا أتعامل مع بنيان جسمي بالطريقة اللي تناسبه. في واحد يقدر يرفع 30 كيلو من الأرض، في واحد ما يقدرش يرفع أكثر من 3 كيلو. أنا هيئت الجسم ده إزاي وعملية التهيئة دي نفسها، لأن أنا برضو لازلت بشوف ولاد صغيرين جدا في السن راحوا يلعبوا جيم بطريقة غير منظمة أو من غير مدرب أو بشكل هاميوني، فجاله انزلاق غضروفي وللأسف جسمه زي الفل وشكله هايل جدا وعضلاته يعني حاجة جميلة، وتعمل أشعة تجد أنه عنده
انزلاق غضروفي أو فقرة تضررت من أنه عمل الرياضة بشكل خاطئ. وبالتالي ده مفهوم مهم جدا، عايزين ولادنا يبقوا حاطين عينهم عليه، عايزين ثقافتنا الطبية بتبقى بتقول يا جماعة مش كل حاجة نقدر نعملها هنعملها، ولابد من الاهتمام ب زي ما بنقول كده ثقافة الاهتمام بالعمود الفقري تتربى عند ولادنا منذ الصغر. جراحات محدودة التدخل أحدثت طفرة كبيرة في عالم جراحات المخ والأعصاب، وهي دلوقتي أنا في رأيي إنها زي ما بيقولوا جراحات الحاضر والمستقبل، بس بشرط برضو إن المريض يجي مبكرا، لأنه في فترة ما ممكن جراحة محدودة التدخل تبقى مش عارفة تتعامل مع عديد المشكلات. ده حقيقي طبعا، والأهم من ذلك كله إن مش بس إن المريض هيجي مبكرا، إن المريض هيجي للمتخصص في الجراحات محدودة التدخل، وبلاش نسمع كلام الناس اللي بتقعد تخوف العيانين وتقول له اوعى تعمل عملية بالمنظار ولا بالميكروسكوب أصل ده هترد بسرعة. يعني دايما اللي ما بيعرفش يعمل الجراحات محدودة التدخل ولا يجيد استخدامها بيخوف المريض كأنها بعبع أو كأنها رعب، وده مش صح. ما تخلوش حد يضحك عليكم، دي ده بيخدعك. اللي بيعمل الجراحة محدودة التدخل ده جراح متمرس، قدر يعمل العمليات التقليدية وعدى المرحلة دي وخلاص، بيعمل حاجة أحدث وأكثر تطورا للمريض بتاعه علشان يخدم قضية واحدة، وهي الشفاء المبكر، العودة إلى العمل مبكرا، وإن أنا أعمل العملية بتاعتي من غير ما أثر على التركيب الطبيعي للعمود الفقري. ده الصورة بتعرض لنا إزاي الانزلاق الغضروفي بيحصل. هنا الغضروف تضخم، بعد ما تضخم خرج بره المحتوى، ضغط على العصب، العصب ده بيغذي ايه؟ لو بيغذي المنطقة دي في الرجل هيبقى الألم في المنطقة دي، لو الغضروف في مستوى أقل أو تحت منه يبقى هيغذي عصب تاني هيدي الألم في المنطقة دي، لو الغضروف في تحت في الحتة اللي في الفقرة اللي تحت يبقى الألم هيجي في عصب الرجل ولكن في ناحية تانية، وبالتالي بتختلف الأعراض على حسب مستوى الإصابة. دي صورة بتعرض لنا إزاي ممكن يحصل كسر الفقرة من حركة مفاجأة عنيفة غير مدروسة. شفت القوة كلها انصبت عليه، ده بنشوفه إمتى؟ ممكن نشوفه في واحد نط من فوق علشان ينزل في المية اتخبط في صخرة، فالفقرات ردت لورا، اتكسر العمود الفقري، أثر على الحبل الشوكي. الكورة يا فندم برضو ده يعني في الكرة بس نادرا ما بيحصل، لأن مهما كان إصابة الكرة بتبقى الوزن بتاعه مش بالقوة، لكن ده بيبقى الوزن والجرافيتي والجاذبية والاندفاع بتبقى حاجات كتير أوي. هنا برضو بيعرض لنا الأماكن الأكثر تعرضا للإصابة في العمود الفقري بالتآكل والخشونة والغضاريف، وهي الفقرات القطنية. وليه؟ لأن بعرضها لحمل كبير معظم الوقت، هي شايلة وزن الجسم كله، وفي نفس الوقت عليها معدل حركة عالي جدا. أقل الفقرات ضررا الفقرات الصدرية، تاني حاجة بتالي الفقرات القطنية هي الفقرات العنقية، ودي بقى مرض العصر بالنسبة للي قاعدين على المكتب، بالنسبة للي بيستخدموا رقبتهم بشكل كتير في السواقة، في القعدة على المكتب، في المذاكرة بطريقة خطأ، في الولاد اللي ماسكين الموبايلات طول الوقت وتاني رقبته، في الست البيت اللي قاعدة بتشتغل على بطريقة مش صحية، في البنت اللي قاعدة بتذاكر طول الوقت على الانتريه أو في الكافيه مع والولاد يقعدوا يذاكروا في الكافيهات وبقت موضة، الحاجات دي كلها بتؤذي العمود الفقري. السؤال المشهور قوي في الجراحة الملحية وتثبيت الفقرات، تثبيت الفقرات، لأنه الزحزحة الفقرية بقت موضوع منتشر جدا وبقت حالة مزعجة للغاية جدا، هل المنظير والجراحات محدودة التدخل لها دور في تثبيت الفقرات؟ طبعا الجراحة الملاحية لها دور كبير جدا في تثبيت الفقرات، وأكبر عمليات تثبيت للفقرات فيها تعقيد وتداخلات معقدة جدا هي تثبيت الفقرات العنقية، وأنجح طريقة للتثبيت هنا في الفقرات العنقية باستخدام الجراحة الملاحية. شوف بقى الجراحة الملاحية بتعمل إيه، صورة الأشعة معروضة على الشاشة وأنا بدخل بالمنظار، وانا داخل بالمنظار الجراحة الملاحية بتدمج لي صورة الواقع مع صورة الأشعة، فكأن انا داخل بطلع الغضروف اللي باين في الأشعة ده
بالواقع الرياليتي، او زي ما بنقول اللي زي ما بيقولوا كده العمليه الواقعيه. انا بدمج الصوره اللي طالعه مشخص فيها الغضروف والغضروف باين فيها بوضوح مع الواقع بتاعي، وبالتالي لا يمكن الخطا. في كتير جدا من العمليات اللي مكتوبه من مضاعفات العمليه ميزد ليفل، او انه يعمل المستوى الخطا، يبقى عيان عنده غضروف ما بين الرابعه والخمسه ويعمل له الثالثه والرابعه بالخطا. النهارده الكلام ده لما تقوله قدام حد بيشتغل بالجراحه الملاحيه يضحك كتير جدا. دي نكته، لان ما ينفعش ده يحصل. ما ينفعش ان وانت بتعمل تثبيت للفقرات باستخدام تقنيات الجراحه الملاحيه ان المسمار يدخل في مجرى الحبل الشوكي او في مجرى العصب او يلط العصب بالبلدي زي ما الناس بتقول. ليه؟ لان انا بدي احداثيات ثلاثيه الابعاد عن المكان. شوف الفتحه قد ايه، شوف حطينا بلاستره صغيره جدا مكان ما دخلنا علشان عملية كبيرة بيتفتح لها 4-5 إنش أو 10 سنتي والمريض بيقعد لابس حزام ويعمل. لا، ما عندناش الكلام ده. احنا بندخل علشان عندنا تقنيات حديثة، بندخل من فتحة صغيرة جدا قد تكون ثقب زي قطر القلم الجاف، ومن خلالها بنعمل العملية والمريض بيخرج. مفيش درنقة بقى، مفيش أي حاجة. أي حد في البيت يقدر يغير البلاسترة دي بعد يومين ثلاثة أو كل يوم مثلا، والمريض ده ما عندوش غرز بقى يفكها والكلام ده كله. هيسمح له بعد ما يفوق من البنج أنه يقف على رجله، أنه يخش التواليت، أنه يبدأ يتحرك، يطلع ينزل سلم. لو بعمل عملية غضروف في الرقبة مش هلبسه رقبة، لو بعمل عملية في الظهر مش هلبسه حزام. وبالتالي خدمت الجراحة الملاحية نقطة مهمة جدا جدا، وهي الدقة المتناهية، السرعة في الأداء، الحفاظ على التركيب الطبيعي اللي ربنا عمله في العمود الفقري. ودي كانت أهم أسباب ولا زالت أهم في أسباب فشل العمليات التقليدية في أنها تحقق للمريض النتيجة اللي هو عايزها. أن أنت بتدخل تشيل غضروف، عشان تشيل غضروف بتشيل جزء من الفقرة، بتشيل عظم طبيعي ربنا خلقه يعمل وظيفة. النهاردة بوسائل محدودة التدخل ما بقاش مسموح انك تشيل حاجة من العمود الفقري. انت بتحافظ على الكيان الطبيعي اللي هو طبيعي، اللي مش طبيعي هو بس اللي هتشيله. ايه اللي مش طبيعي؟ ممكن يبقى غضروف، هتشيل الغضروف. ممكن يبقى حتة ضيقة في العمود الفقري، هتعمل توسيع في العمود الفقري دون ان تحدث عطب او تغيير في الطبيعة اللي ربنا عملها. مش لاني ما عنديش هذه التكنولوجيا ابدأ اهاجم ما لا امتلكه. هذه هي نقطة هامة جدا وصريحة جدا في عالم الطب. أنا صريح جدا في الحتة دي، وأكيد ضيف العزيز. أشكرك شكرا جزيلا على تنويرك لنا النهاردة بهذه المعلومات الرائعة والشرح التفصيلي لواحدة من أصعب وأعقد أنواع الجراحات وهي الجراحة الملاحية. نورتنا. شكرا دكتور عيني. ضيف العزيز القيمة العلمية الكبيرة والجراح الكبير الأستاذ دكتور يسري حميلي كان في الناس الحلوة. خليكم على الناس الحلوة.